الاعتداءان اللذان شهدتهما العاصمة البريطانية لندن الأربعاء يحتلان اليوم صدارة الصحف المحلية، لا سيما صورة النائب البرلماني الذي حاول إنقاذ الشرطي الجريح بطعنة خنجر من الموت. هذا ما عنونت به صفحتها الأولى كل من The Independent و The Times و The Guardian، متحدثة عن الرعب في ويستمينستر أمس الأربعاء، وصحيفة The Eye Paper كذلك التي أضافت للعنوان ذاته صورة النائب البرلماني والشرطي القتيل. The Daily Mirror تحدثت عن يوم رعب حل في ويستمينستر بصوره الأقوى تعبيرا، فيما وضعت The Sun في الواجهة الشخص الذي طعن بريطانيا في القلب على حد تعبيرها. أما صحيفة The Daily Telegraph فقد كتبت على صفحتها الأولى عنوانا كبيرا تقول فيه: لن نسمح أبدا للشر أن يقسمنا.